وأهله خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل القرآن من هم أهل القرآن المشتغلون بالقرآن الحريصون على القرآن الذين ينطلقون من القرآن ويعملون بالقرآن ويفيئون الى القرآن، يتعلمون القرآن ويعلمون القرآن، يتاجرون مع الله تعالى، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. هؤلاء الذين يقرؤون القرآن يضاعف الله اجورهم لكل حرف بكل حرف حسن والحسنه بعشر امثالها كفاهم فخرا وشرفا ان السكينه تنزل عليهم في مجالسهم وتغشاهم رحمه الله وتحفهم ملائكته انهم يجتمعون في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يذكرهم ربهم عنده كفاهم فخرا ان الله يرفع شأنهم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويكفي حافظ القرآن فخرا وشرفا أنه سيدعى يوم القيامة ويقال له اقرأ وارتقي. إذا إلى العلا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذا العمل الذي يعمله في الدنيا الآن سيقوم به يوم القيامه والمنزله سترتفع بحسب حفظه وتلاوته لهذا الكتاب حفظ في الصدر وعمل بهذا الكتاب بالجوارح والقلب والفضل معلق بحسب هذا الاتقان وهذا العمل والاتقان صاحبه مع السفره الكرام البرره وهذه منزله عظيمه والذي سهر بالليل ويتلو بالنهار ويقوم بليله يقوم بالقران في ليله وهو يعمل فيه بنهاره هذا بلا ريب هذا من الفرسان الرهبان واولو العلم الذين ضموا هذا القران في صدورهم وتفهموا معانيه وانطلقوا منه بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم يحتجون به ويستدلون ويحكمونه وبينهم هو الحكم وعندما يأتي صاحب القرآن يوم القيامه وعلى رأسه تاج الوقار يُكسى والداه الحلتان العظيمتان بتعليم ولدهما للقران انه الشرف العظيم طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تالقا الله اكبر يا لها من نعمه لما يقال اقرا فرتل وارتقى وتمثل القران في اخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلق وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقه طوبى لاولياء الامور الذين نشاوا اولادهم على علوم الكتاب والسنه طوبى لهؤلاء الشباب الذين انتظموا في الحلق طوبى لهؤلاء المدرسين الذين اشرفوا وعلموا طوبى لهؤلاء الاداريين والمشرفين الذين يتابعون مسيره هذا العمل العظيم افضال ومناقب وجدير ان تزف هذه الانوار لاصحابها نسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي بالخير كل قائم على هذه الاعمال وان يتقبل ممن بذل فعلم وتعلم وان يوفقنا جميعا للعمل انه سميع